السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم انا اخوكم حارث العوادي من فريق جيسن ميديكال ادوكيشن، واليوم ان شاء الله مستمرين في سلسله الباراسايتولوجي او الميكروبيولوجي بالخصوص قسم الباراسايتولوجي. اليوم بعد ما انتهينا من الاجزاء الرئيسيه وانتهينا من الثلاثه اجزاء الرئيسيه سنترال نيرفس سيستم والجي اي والهيماتولوجيك، اليوم ان شاء الله بعدين بالقسم اللي هو الاذرز. قسم الاذرز ب خلطة مختلفة من الفطريات اللي احنا ذكرنا كذا مرة، انه هذه الفطريات تحتوي على اشهر نوع الطفيليات، عفوا مو الفطريات، اشهر نوع الطفيليات وليس جميعها. ليش احنا ناخذ اشهر انواعها؟ لان هي هذه المطلوبة للامتحان، اكثرها انتقالا واكثرها خطورة. زين، اليوم راح نتكلم عن الفيسيرال انفكشنز، يعني تروبوزوس ذات كوز فيسيرال انفكشن. شنو يعني فيسيرال؟ فيسيرال معناته اي شيء داخل احشاء الجسم، يعني شلون؟ يعني امعائك، قلبك، معدتك، اي شيء داخل جسمك يعتبر من قسم الفيسيرال. هذا اولا. الاقسام البقيه راح نتطرق لها طبعا، بها اشكال مختلفه، بها انواع الديدان واقسامها، ولكن خلينا نناقش اليوم الفيسيرال. الفيسيرال بها جزئيتين رئيسيتين اللي هي ترايبانوسوما كروزاي والليشمانيا دونو فاني. ترايبانوسوما كروزاي والليشمانيا دونو فاني. اليوم بهذا الفيديو راح نناقش ترايبانوسوما كروزاي، ومن الفيديو الجاي نناقش لكم الليشمانيا على مود ما يصير الفيديو طويل عليكم. على العموم، مثل ما نعرف احنا هذا الفيديو، هذه الكائنات هي عبارة عن شنو؟ عن باراسايت. باراسايت يعني شنو؟ ذكرناها كذا مرة، ارجع اكرر، هذا موقع معين اللي دائما دائرة شنو، احنا شنو نقول باللغة الانجليزية؟ يقول لك بارا، هذا السايت تمام، وهاي باراسايت موجودة على الجانبين، او الطفيلي اللي يكون بجانب الشيء الرئيسي واللي يحتاج عليه، لذلك يسمى بعلم الطفيليات. بالعلم الاعشاب، علم النبات، يكون مثل النبتة الضارة، هذه الشجرة الرئيسية مو صحيح، وهذه نبتة ضارة، فتعتبر ايضا نوع من انواع الباراسايت. زين، اكو ناس صحيح باراسايت، مو مهم، اهم شيء انه انت تفهم الغاية من الحديث. خلينا نجي، هذا الترايبانوسوما كروزاي او كروزي شو تسبب لي؟ تسبب لي شاغاز ديزيز. شاغاز ديزيز هو مرض سيستميك ينتقل بكذا عضو من اعضاء الجسم. هذا اسمه اصلا شاغاز لانه الدكتور مالته اسمه شاغاز، على ما اعتقد لويس شاغاز، لانه هم يسمون على السرنيم، على اسم العائله. وايضا راح نناقش شلون يجي يدخل الجسم. تعرفنا بالحلقات السابقة على من؟ على الكائن الطفيلي شلون ينتقل، صحيح؟ الكائن الطفيلي يكون بالبداية لما يهاجم يكون ترايبانو ماستيغويت، فهو يكون بهالشكل، هذا يكون عنده نقطتين وهذه فلاجيلا، ومن هنا نجي نرسم الجسم مالته. يكون من الشكل هذا، يعني قريب من الشكل هذا. هذا الفلاجيلا تعبر بدون ما تتواصل ويا النواة، وتتواصل فقط بالجزء الرئيسي اللي هو الكانيوتوبلاست. اما هنا يكون عندي جزء النواة. هذه الترايبانو تكون بهالشكل لما تهاجم الخلية، اما من تدخل داخل السيرم تمام تكون بشكل اسمه اماستيغويد، واحنا ذكرناها هذه ولكن فقط للتذكير. الاماستيغويد تكون بهالشكل هذا، ايضا عندها نواة وعندها كانت بلاست، ولكن عديمة شنو؟ الفلاجيلا، لانه هو الماستيغويد تمام معناته فلاجيلا، فمن نحط اماستيغويد معناته عديم شنو؟ الفلاجيلا اللي هو يساعده على الحركه. المهم،
شلون يدخل جسمي هذا ويسوي لي شاغاس ديزيز؟ قبل لا نذكر شنو شاغاس، يدخل لي عن طريق كيسينج باكس. الباكس ذكرناها في الحلقة السابقة ايضا، يكون بهالشكل هذا. تمام، طبعا هذا شكل جدا مكبر، يتكون جدا صغيرة. هذه تكون ليش نسميها كيسينج باكس؟ اللي سبب جدا واضح، لانه هي تكون القرصة اللي تقرصها للانسان غير مؤلمة، ودائما القرصة منطقة الوجه، واضح؟ لذلك هم يسموها كيسينج باك. الاسم العلمي هو ريدوفيد باك. ريدوفيد باك هذه شو تسوي لي لما تيجي انت عندك هسه؟ هذه شنو عندي؟ قطعة من الجلد. تيجي هذه الباك، ايش راح تسوي؟ راح تسوي لك بايت، تعضك. ولما تعضك بعدين هذه المنطقة تظل مفتوحة، فهذه لما تظل مفتوحة بهالشكل هذا، هي بعدين أثناء عبورها تفرغ فضلاتها بداخلك. فشو تسوي؟ تدخل الفيسز مالتها أو الغائط داخل الجرح مالتك. الغائط هو اللي يحتوي لي على من؟ يحتوي لي على ترايبانوسوما. شنو؟ كرولزي. زين، ترايبانوسوما كروزي قلنا كيسينج ديزيز، لانه هو القرصه تكون غير مؤلمه وتكون بالوجه غالبا. فهنا شوف يقول لك فيسز ديبوزيت، يعني الخروج يدخل منطقه القرصه، ويقول لك بينلس بايت، العضه او القرصه غير مؤلمه. ماتش لايك كيس، يعني كانما شنو قبله. جاي خلينا ننتقل لشاغاس ديزيز. شاغاس ديزيز ايش عندنا؟ ايش راح يصير عندي؟ صار عندي اعراض طبعا مختلفه، تعتمد على الستيج، وتعتمد ممكن يكون اكيوت، بعض الاحيان يتحول الى كرونيك. واضح الفكره؟ ما نتشعب، احنا انت المطلوب من عندك بهذا الستيج انه انت تفهم شنو شاغاس ديزيز بصوره عامه، شنو الاعراض الرئيسيه والخطوره مالته، مدى الخطوره، والعلاج طبعا. شلون ننتقل؟ يعني لمحه بسيطه، لما انت تيجي تتوسع شاغاس ديزيز، هذا توبك ثاني ممكن يفصل تفصيل عالي الدقة على حين، ولكن لا بأس للستيب 1، لطلاب الستيب 1 هذا المدى المطلوب منه. على العموم عندي دايليتد كارديو مايوباثي، واضح؟ دايليتد كارديو مايوباثي يعني شنو؟ يعني هذا القلب مالتي، مو صحيح؟ لما الآن يصير عندي دايليتد كارديو مايوباثي، شو يصير عندي؟ يكبر حجمه، ولكن دايليتد كارديو مايوباثي وذ ايبيكال شنو؟ اتروفي. الفرق هنا لما يصير عندي بالحاله الطبيعيه هذا القلب وهذا الابيكس اللي هو جهه الميترال فالف، تمام؟ هذا الابيكس معناته القمه، لان القلب اذا رسمناه يكون القاعده مالته للفوق، والقلب والقمه مالته او راس القلب يكون من جهه الاسفل، اللي هو مو يكون بالجهة اليسرى، هذا خطأ، ويكون مائل للجهة اليسرى، وجدا عادي يكون المنتصف، بعض الناس عندهم اصلا مائل لليمين. العموم اللي الفرق شنو؟ لما الكارديو مايوباثي العادي راح كله يكبر، هنا بهاي الحالة راح يكون with apical atrophy، يكبر ولكن شو يصير عندي؟ يصير ب apical atrophy، يعني بصورة عامة يكبر كله، بجهة الابيكس يكون ب atrophy اللي هو شنو؟ ضعف بالخلايا او بالعضله، عضله القلب من جهه القمه او الراس. زين، هنا يصير عندي لما تتطور الحاله يبدي يضرب لي الخلايا، قلنا شو يسوي؟ يدخل لي بها شكل اماستيغويد اللي هي ما بها فلاجيلا. هذه الاماستيغويد مو مثل شنو؟ مو مثل الترايبوماستيغويد اللي هي ام الذيل اللي قلنا عليها، الترايبوماستيغويد اللي هي بها الفلاجيلا، هذه انفيدرز. ترايبو معناته يحتل، ماستيغويد معناته الفلاجيلا. احنا ايش قلنا؟ كايتوبلاست، شنو هذه؟ النواة، وبعدين يجي لك الفلاجيلا. تيجي هنا انت راح يكون الشكل مالتها بهالصورة، واضح؟ الشكل طبعا تقريبي، متفقين؟
فلما يجي اماستيكويد يقول يكون A. شوف هنا تايبو هو اللي يختل وماستيكويد. لما تشيله وتحط A راح يكون معناته بدون فلاجيلا، غير قادر على الحركة. على العموم من يجي هذا الفرق بيناتهم، هذا يدخل الخلية يقتحمه يتحول إلى اماستيكويد ويبدي يسوي مالتيبليكيشن، يبدي شنو ينمو يتكاثر ويزيد عندي بالعدد، بعدين يرجع يتحرر بالدم ويتحول لي إلى ترايبوماستيكويد. جيد، لما يدخل بالخلايا من ضمن الأضرار اللي يسببها ضرر عصبي، يعني يتلف الخلية العصبية. من يتلف الخلية العصبية راح يصير عندي الميجا كولون، الميجا كولون تتغذى وحركة البيراستالسيس تنعدم بها فيكبر حجم القولون، وبالتالي نحتاج نشخصه، نحتاج نسوي الباريوم، نعطي باريوم هي مادة مشعة نعطيها للمريض يتناولها، أو ممكن نحقن اللي هي على شكل أنما اللي هي من طريق الشرج أو القولون، جهة القولون جهة العكسية، على مود نشوف مدى التوسع أو أكو ضرر داخلي والسبب شنو نوعه، ونشيك طبعا الحركة تكنيكات مختلفة، ممكن نستخدم أيضا الألتراساوند. فبالتالي إذا عندي شنو يكون عندي ضرر بالعصاب، فبالتالي يكون عندي شلل بالبيمن، شبه شلل بيمن بالأمعاء، فحركة ماكو يكبر يصير عندي الميجا كولون. زين، نفس الحالة يصير عندي ميجا إيسوفاغوس، جهة إيسوفاغوس تكبر بالحجم طبعا بسبب الالتهاب وبسبب الضرر اللي حاصل على النيرف، مو بس لانه اني مدى اقدر اتحرك والاكل الجماعي. يعني نفس اذا تجي انت جهه الايسوفاغوس حركتها مو عاليه، ممكن جاذبيه تساعد كثير، ولكن ما زالت القضيه انه الضرر يكون على الخليه نفسها على النسيج، بالاضافه الى الضرر اللي يكون بالنسيج او الخليه العصبيه. هنا يقول لك predominantly وين يكون؟ ساوث امريكا، يعني هو اكثر شيء منتشر في امريكا. يكون عندك يوني لاترال بير اورال سويلنج، اللي هو شنو اوربيتال، عفوا بير اوربيتال سويلنج، اللي هي من جهه العين. بالمناسبه هو ينتقل للسكليرا عن طريق من انت يكون عندك مكان القرصه وتحكها اي حكه وبعدين تمسك عينك راح ينتقل الى العين، وبالتالي يونيلاترال سوالينج. يعني يكون عندي هسه اذا رسمنا العين هسه هذه من جهه تمام، الجهه الثانيه راح تكون بهالشكل هذا متفرغه من جهه واحده. ليش؟ بس مجرد لان انت حكيت ونشرت الانفكشن لجهه العين. هذا شو نسميها؟ نسميها الرومانا ساين تمام، رومانا ساين اللي هي كاركترستيك فور اكيوت ستيج. شنو معنى اكيوت؟ معناته التهاب حاد لازم يسيطر عليه، والا المرض ممكن يتفاقم عندي وممكن افقد المريض. يصير عندي حراره، يصير عندي اعراض ثانيه طبعا، يصير عندي ممكن الحراره صفه مميزه للحراره ماكو، لذلك هم ما ذاكرينها هنا، وانما هو التهاب حاد فالجسم ممكن يستجيب بالانفلاميشن العاديه، فاكيد راح يسوي لي شكل من اشكال الحراره. زين، نيجي هنا عرفنا شلون ينتقل، عرفنا الريدوفيد باك او الكيزنج باك. قلنا شلون افحصه، راح اجي هنا على الدايجنوستس مالته، ايش راح القى؟ راح القى ترايبو ماستيكويد وين؟ ان بلاد سمير. يعني هسه انا من اجي هنا هذه اخر عينه الدم، وهذا كريات دم الحمر تمام، كريات دم الحمر راح القى فشي يسبح وياها بهذا الشكل تمام، اللي هو شنو؟ ترايبوماستيكويد. زين، العلاجات اللي ممكن استخدمها لك انتي باراسيتيك دروغ، مضاد للطفيليات، مو انتيبايوتيك تمام. هو ناس تنطي انتيبايوتيك اثناء الفطريات واثناء باراسايت، هذا شيء خاطئ. على مو عشان علاج، اذا تذكرون عندنا بالمرسيدس سيارات المرسيدس موجود بنز صح، فذكر بنز نيدازول، بنز نيدازول واضح، هذا علاج من علاج هذا. زين، اور شنو؟ ني فور تي
موكس ني 40 موكس ني 40 موكس واضح بنز نيدازول او ني 40 موكس وهذه تدري هذه كروزنج ان ماي بنز وذ ا فور كوت يعني شنو يقول لك الكروزنج هي هذه على مود ذكرك بالكروتايب الاورجانيزم او الطفيلي ان ماي بنز يعني كان اكو كروزنج وين بالبنز السياره مرسيدس مالتي البنز على مود ذكرك علاجه بنز نيدازول with a four coat اللي هو الشاكيت او الكوت الفرو تمام على مود يذكرك بيه من يذكرك بالبنز نيدازول ويذكرك بالنيوفور تيموكس تمام واضح عندي كل شيء اشهر اعراض عندنا كانت شنو كارديوميوباثي with apical atrophy وعندي ميجا كولون عندي ميجا اسوفاغوس وايضا كانت عندي رومانوساين اللي هي تورم اللي ينتقل بجهه واحده من العين لانه انت حكيت منطقه الالتهاب جيد لهنا انتهت هذه الجزئيه خلينا نشوفكم بالجزئيه القادمه.